مثل في عشاء بور دو بيرسون من اهداء كافي بروكس دونك انتوما تمشي انت وشكون تختاروا دونك يبدا كوبل يمشوا مع بعضهم كافي بروكس ويتمتعوا بالعشاء هذايا جوست يتبعوا لي زيتاب تعملوا جيم وبارتاج بوبليكاسيون جيم الباج كافي بروكس جيم الباج راديو مي تونيزي تماركيو صحابكم باش تقويوا فرصكم للربح ونحن ديما نحكي لكم على جديد في كافي بروكس هكا ولا من السالي الملح الكل بأنواع ونمشيو للحلويات اليوم نبدلو حلو فوالا بخلاف السالي والمشروبات بروكس زيتكم حلة جديدة ووفر لكم خيارات في الحلويات تعمل 66 كيف في الطعم وفي البنة حكاية عالمية ما عندهاش شبيه ولا مثيل مع بروكس البنة والإبداع مواصل وما تخليش روحك متكاسل امشي وذوق احلى تشيز كيك بانواع مختلفه لا فوغي نوار شوكولا فوندو من سبيسياليتي بروكس وكيما العاده بروكس عز ودلاله ما يوفاش وكل شيء على الكيف يخليك متكيف احلى تكيف اما ما تنساوش باش تفرهدوا على رواحكم وتمشيوا وتعديوا احلى فطور صباح واحلى عشويه واحلى سهريه واحلى جو كل نهار احد كاروكي وفي بروكس تحلى القاعدة إسباس كبير خارجي وداخلي ومنظر مزيان وموقع استراتيجي في شارع حبيب بورقيبة نابل ولأي استفسار تنجموا تتصلوا على الرقم 52-301-100 فوالا دونك 52-301-100 لأي استفسار ولا واحد باش يعمل ريزرفاسيون عنده حاجة ينجم يتصل على الرقم هذا ولا هي الموقع نتاعها مش معناها معروف في شارع حبيب بورقيبة ينجم يمشيو ديريكت على عين المكان يشوفوا كل شيء ويذوقوا البنة ويعملوا جو وتفرهيدة عالمية مع بروكس كل يوم مش حتى كان أباغ الكاروكي حتى قاعدته محلاها ومشرها ومتفرهدة ندعو العباد الكل باش تمشي الكافي بروكس بيان سور وغاديك دونك يلقاو كيما قلت انت كل شيء سينون زيدا ينجموا ياخذوا اكثر دي ديتاي على الباج فيسبوك كافي بروكس دونك هذه هي الباج فيسبوك والا كيف كيف على الكونت انستغرام كافي بروكس فوالا وحنا نشوفوا تصاور زيدا يشوفوا كل شيء غاديك ينجموا اللي بعيد باش يجي قبل ما يجي ينجم يدخل على المواقع اللي قالت عليهم ميسا ويتفرج في لي فوتو يشوف لي سباس قداش محلي يشوف لي بلا قداش مزيانين وكيما تراهم كيما تذوقهم هاك ولا لا ميس انا جربت على الجمعه الاخرى ونعرف جربنا وما شاء الله جربت وكافي بروكس تقديمها هي قهوه المشاهير جمعه اللي فاتت مشي لها نور شيبه بعد شفنا فيصل الحدي دونك وبرشا فنانين ومازالوا باش يمشيو فنانين من ضيوفنا للكافي بروكس ان شاء الله ان شاء الله دونك خليكم توا مع الموسيقى بعد شويه نبداو في استقبال ضيوفنا مرحبا